تحية لكم مشاهدين الكرام. نطرح في بانوراما هذه الليلة للنقاش الدور البريطاني في التصعيد الأمريكي ضد إيران، ففي ظل مسعى أمريكي عبر جون بولتون لتوريط بريطانيا المتخبطة أصلا في مواقفها السياسية تجاه الأزمة مع إيران على خلفية قضية الناقلات، تحاول لندن عدم الذهاب بعيدا في الانصياع لمطالب البيت الأبيض، والتي ستزيد التوتر في المنطقة على قاعدة أن واشنطن وحلفائها هم مصدر التوتر في المنطقة. نتابع التقرير ونعود للنقاش. ما زالت الأزمات المرتبطة بمواجهات المضائق على أوجها بين إيران والولايات المتحدة، حيث المساعي الأمريكية لتشكيل التحالف البحري وتحشيد الحلفاء له لا سيما بريطانيا، في وقت أعلنت سلطات جبل طارق سعيها لنزع فتيل التوتر مع طهران على خلفية احتجاز الناقلة غريس وان، ما يعكس رغبة بريطانية غير مكتملة الملامح لإنهاء الأزمة التي كشفت، وباعتراف الإعلام البريطاني، عزلة لندن وهشاشة دبلوماسية. لكن في المقابل ما زالت الإدارة الأمريكية تسعى لتحريض البريطانيين للانخراط أكثر في مشاريع التحالفات البحرية والمواقف الصدامية ضد إيران، خاصة مع وجود مستشار الأمن القومي جون بولتون في لندن، والذي ومع تركيزه على مسألة بريكزيت حضر الملف الإيراني بقوة على أجندته، لاسيما وأن حكومة بوريس جونسون تخلت عن فكرة القوة البحرية الأوروبية وفضلت الانضمام لتحالف واشنطن. لكن موقف لندن ما يزال متخبطا بحسب المراقبين الذين يشيرون إلى أن جونسون لا يريد إغضاب دونالد ترامب بالنسبة للتحالف البحري، لكنه يدرك في نفس الوقت مخاطر الذهاب بعيدا في الانصياع للأوامر الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بإيران وتلهف جون بولتون لأخذ الأمور باتجاه الصراع، ما سيبعد لندن أكثر عن محيطها الأوروبي مع الرفض الفرنسي الألماني للمقاربة الأمريكية حول الوضع في الخليج الفارسي. وعليه فإن ما يعمل عليه بين واشنطن ولندن سيزيد التوتر في المنطقة بناء على قاعدة أن الولايات المتحدة هي سبب لا استقرار، كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. حان الوقت لوقف الإرهاب بحق الإيرانيين، وحان الوقت لوقف ضرب استقرار المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة هي مصدر الاضطراب في المنطقة، وحلفاؤها للأسف أيضا مصدر اللا استقرار. ولمواجهة هذا المشروع الذي بات مكشوفا، فإن الطريق الأفضل يكمن في إدراك دول المنطقة وتحديدا تلك التي تستحضر الأمن من الخارج أن الحل في التعاون الإقليمي. لا تذهبوا للخارج للحصول على الأمن، لا تحتاجون للتحالف مع إسرائيل للحصول على الأمن. الطريقة الأفضل للحصول على الأمن هي التعاون مع بعضنا، ونحن جاهزون لذلك. هذه التطورات تكشف أن اعتماد الإدارة الأمريكية على حليف بريطاني متخبط سياسيا وحليف إسرائيلي حصر مشاركته في التحالف البحري بالعمل الاستخباراتي، وحلفاء إقليميين متأرجحين بين أزمات داخلية وإقليمية، يؤكد حقيقة أن أمن المنطقة لن يتوفر إلا عبر تعاون دولها، وأن اشتعال الصراع فيها لن يوفر أحدا. نناقش هذا الملف مع ضيفنا دكتور هادي أفقي، دبلوماسي إيراني سابق ينضم إلينا من طهران. أهلا بك دكتور هادي معنا. بداية دعني أسألك، كيف انعكست زيارة بولتون لبريطانيا والمواقف التي خرج بها برأيك على السياسة الإيرانية، خصوصا وتم البحث عن إرسال بحرية بريطانية سفينة حربية باتجاه الخليج الفارسي، ما هو انعكاسه على الأمن في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني نحن نشهد أفول النجم الأمريكي في المنطقة، ومن علائم هذا الأفول هو تراجع أداء أمريكا في المنطقة حتى بالنسبة لأقدم وأقرب حلفائها سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المناطقي الذي نحن نعيشه، وخصوصا الدول العربية المتشاطئة على الخليج الفارسي. فما تقوم به اليوم أمريكا
هو يعني منع هذا التراجع للأفول الذي سماه في طليعة هذا العام سماحة الإمام الخامنئي أنه نحن نعيش أفول النجم الأمريكي. طيب عندما نادت أمريكا دول متعددة، يعني هي في الحقيقة نادت كل دول العالم أنه تأتي لتؤسس منصة أو لتؤسس لتحالف عسكري ولم يستجب لها أحد، وعندما نادت بريطانيا كذلك لوحدها عندما احتجزت ناقلتها المخالفة بالحقيقة والمتخلفة عن القوانين لوحدها أننا سنؤسس لتحالف أوروبي مستقل، وكذلك لم يستجب لها حلفائها. فاليوم نجد الأمريكي بحاجة إلى الدعم البريطاني، والبريطاني بحاجة إلى الحماية الأمريكية، عسى ولعل أن يؤسس لهذا التحالف ويدخل في الحقيقة من خلال مضيق هرمز منطقة وحوض الخليج الفارسي هذا الممر المائي الحيوي، ويغير معادلات ويغير قوانين هذا الممر المائي الحيوي. إذن هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار أستاذ محمد، أنه ربما يستطيعون يؤسسوا أو يشجعوا دول أخرى تدخل وتغير المعادلة الجيو استراتيجية في هذه المنطقة. فالدخول البريطاني سيكون حذرا جدا. ذهاب السيد جون بولتون لتشجيع وترغيب الدخول البريطاني بأقوى، ويعني حقيقة إرسال فرقاطة حربية إلى داخل مياه الخليج الفارسي ماذا ستغير من معادلات؟ هذا كذلك تراجع زمن التوربيدات البحرية التي كانت تستخدمها بريطانيا ضد مستعمراتها. هناك تراجع واضح، وهناك لا تغيير في المعادلة، وإن أرادوا أن يغيروا المعادلة بالقوة فنحن لها. أرجو أن تبقى معي دكتور هادي، لأرحب أيضا بدكتور صائب شاعث خبير في السياسات الدولية ينضم إلينا من لندن. أهلا بك دكتور صائب. دكتور صائب، مباشرة أسألك، تزامن زيارة بولتون مع تصريحات إيرانية حول قرب الإفراج عن ناقلتها غريس وان، وأيضا تصريحات من قبل مسؤولين في جبل طارق عن نيتها لتخفيض التوتر في هذا المجال، هل تعني أنها هذه الزيارة ولدت ميتة قبل أن تبدأ؟ نعم أنا أرى ذلك، لأنه هو جون بولتون هو من أوعز لحكومة تريزا مي رئيس الوزراء السابقة بإجراء كل هذا العمل وخطف إغريس، ونتيجة الآن لأنه الضغط داخل الشارع البريطاني في إحراج كبير في بريطانيا من الموضوع، خاصة أنه بريطانيا الآن داخلة على نهاية شهر عشرة هناك خروج، وشكله حيكون هارد بريكزيت، يعني خروج إجباري من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. لذا نعم سامعني؟ نعم أسمعك دكتور صاحب، تفضل. لذا هناك في ضغط جماهيري داخلي على الحكومة البريطانية، وخاصة في موضوع أنه كانت الفرقاطة العسكرية البريطانية موجودة ساعة بعيدة عن ستيلا لاين اللي هي السفينة البريطانية عندما أخذتها إيران، وبعدين في البرلمان قالوا لا 10 دقائق، ثم خرج الفيديو الإيراني يظهر كيف انه الفرقاطه نفسها كانت خافه من حرس الثوري الايراني. هذا احرج بريطانيا وبينها انها ضعيفه وهزيله في المنطقه. موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وامكانيه دخولها على موضوع الهارد بريكزيت طلب شويه موازين في التفكير، خاصه في الحكومه الموجوده تاعت بوريتس الان الحكومه اليمنيه، انه جونسون بفكر الآن في استجداء بريطانيا الأمريكي للكونغرس أنه يوافقوا على صفقة التجارة الخاصة بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أي إعطاء أفضلية لبريطانيا في التعامل التجاري مع أمريكا مما يعوض عن الخسارة داخل الاتحاد الأوروبي بعد الخروج. اثنين، التفكير من أيام حكومة تريزا مي وقبلها رئيس الوزراء السابق والحالي الآن جونسون بفكره استخدام المستعمرات القديمة زي السعودية وقطر والإمارات والبحرين لإرعابهم من الخطر الإيراني ومن وجود المقاومة وتحالف المقاومة الممتد من اليمن
إلى جنوب لبنان إلى غزة مرورا بالعراق وسوريا. فالاتجار بالأسلحة أحياء أحد اللي هي موانئ في البحرين أخذها كقاعدة عسكرية لبريطانيا العام الماضي. بريطانيا تتجه بهذا الاتجاه إنها تكون جندي في التحالف الأمريكي، لذا موضوع إنها تنسحب من التحالف الحزبي وهو موضوع هام جدا. سأعود إليك مع هذا الموضوع دكتور صائب، لكن دعني أسأل دكتور هادي أفقهي. دكتور هادي، كيف بماذا تفسر الميل البريطاني للموقف الأمريكي أكثر من غيرها من دول العالم فيما يتعلق بإنشاء الحلف في الخليج الفارسي وما يتعلق بالاتفاق النووي؟ من جهة تقول بريطانيا ستشارك في هذا الحلف، ومن جهة أخرى تقول أنها لا زالت تخالف واشنطن فيما يتعلق بالاتفاق النووي. برأيك هل واشنطن تبتز بريطانيا على ضوء الكلام الذي تفضل به الدكتور صائب؟ يعني هناك متناقضات وإشكاليات معقدة بين السياسة الأمريكية في المنطقة وبين السياسة البريطانية في المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بتعامل إيران بهاتين السياستين العشوائيتين واللتان تناقضان القوانين الدولية جملة وتفصيلا. فجمهورية إيران الإسلامية أستاذ محمد استخدمت ركنين أساسيين في التعامل مع هذا في الحقيقة الفعل البريطاني وكذلك الفعل الأمريكي. فيما يتعلق بالفعل الأمريكي في موضوع الطائرة العملاقة المسيرة، دخلت إيران بقوة من خلال زاوية منطق القوة، وكذلك دخلت مع بريطانيا عندما احتجزت الناقلة العملاقة الإيرانية في مياه مضيق جبل طارق منطق القوة. ولكن إذا جانب هذا الركن منطق القوة لكي تري، لأن لا يمكن أن تستخدم منطق القوة ونحن نسكت، استخدمت إيران في نفس الوقت قوة المنطق. وسمعنا في الأخبار أنه إيران لقد أرسلت الرسائل وأرسلت الوثائق والمستندات للحكومة البريطانية من أنه هذا هو منطقنا عندما نقول أنتم قمتم بعملية قرصنة، ونحن لم نقم بعملية قرصنة وإنما قمنا بعملية الحقيقة توقيف ما خالفت به الناقلة البريطانية. فهذا الميل الآن البريطاني للأمريكي وهذه الرغبة الأمريكية للبريطاني هي عجز أمام استراتيجية إيران لإدارة الأزمة، إنه إيران لم تنفعل، إيران لم تفقد توازنها. هما هذان الشريكان اللذان كان يوما ما يدعيان أنه نحن القوة العظمى في العالم، اليوم الحقيقة تسقط هذه الهيبة أمام قوة المنطق في الميدان وأمام منطق القوة في التقاضي الحقوقي والتقاضي القانوني. إذن إيران لا تتراجع أمام هذه الغطرسة ولا تسمح للميل البريطاني لأمريكا ولا للابتزاز الأمريكي للبريطاني كي يساهم معه. وأنا أعيد وأكرر أستاذ محمد أنه عندما أحس أنهما معزولان، يعني حقيقة قوة عظمى، نحن نتذكر عندما نادت أمريكا دول العالم لتحرير الكويت من دخول صدام المعدوم شاركت على الأقل 36 دولة. اليوم حلفائها الأقربين حتى فلنقل عملائها في المنطقة لم يستجيبوا لهذا النداء، وكذلك البريطاني. فهذا في الحقيقة الآن التعاطي يذكرنا بأن هناك شدائد عند البريطاني وشدائد عند الأمريكي وشدائد قوم عند قوم، ربما تكون فوائد ولكن هذه الفوائد مغلوطة، لأن حساباتهم في الأساس عندما قاموا بهذه المغامرة سواء الطائرة المسيرة العملاقة التي اخترقت أجواءنا وأسقطناها أو احتجاز هذا الناقلة، أنه إيران حتى شوف يعني عندما اتصل جيري هانت وزير الخارجية السابق بالسيد محمد جواد ظريف قال له نحن مستعدون أن نفرج عن هذه الناقلة بشرط أن لا تذهب إلى سوريا، مع أنه ما كانت ذاهبة إلى سوريا، فرد عليه بالصلاة وبقوة أنه لا يحق لكما. يعني هذا المنطق ما كان موجود في السابق، أنا أقول وأنت تنفذ، هكذا كانت الأوامر. واليوم إيران تعطي الدرس لكل أحرار العالم، لكل شعوب العالم، وأول ما تعطي لشعوب المنطقة. وأنا أتصور تأثرت الإمارات
بهذه السياسة بهذين الركنين قوة المنطق ومنطق القوة من جانب إيران، واتجه نحو إيران واتجهت قطر، وربما ستتجه دول أخرى كي تدير شؤون هذه المنطقة بنفسها وليس بتدخل أجنبي واستفزاز واستهتار بقوانين الملاحة الدولية. دكتور صائب، هل نجح بولتون من خلال هذه الزيارة بإظهار الانسجام التام ما بين سياسات واشنطن ولندن؟ وما هي الصفقة التي عرضها؟ هل هي قابلة للتنفيذ أم أنها تقتصر عند حدود الاستهلاك الإعلامي برأيك؟ أنا أرى التالي، أتفق بالكثير مع مقاله زميلي عدا نقطة الإمارات والدول هذه ممكن تأخذ مثل، هذه الدول تدار من شركات متعددة الجنسيات مملوكة لأمريكا وهي تؤمر وليست ذات سيادة في المنطقة. في عام 53 عندما تم إسقاط رئيس الوزراء الإيراني السابق مصدق بالتعاون بين الاستخبارات البريطانية والاستخبارات الأمريكية لأنه أمم البترول الإيراني، كانت بريطانيا بتأخذ 40% من ما يكفي لإعمار بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية من الاقتصاد الإيراني من البترول الإيراني. 40% مما تم إعمار بريطانيا فيه كان يأتي من إيران. وحاجة ظريفة أقولها هنا، سيارة الميني البريطانية الصغيرة جدا تم إنتاجها في بريطانيا لما توقف النفط الإيراني المجاني. طب حتى لا نبتعد عن الموضوع لأننا الوقت قد بدأ يدركنا. والنقطة الأخرى هنا، بريطانيا مملوء، بريطانيا بعد ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مشروع مارشال لإنقاذ أوروبا أصبحت الحكومة البريطانية كسياسة استراتيجية كسياسة دولة تسير من خلال القرارات الأمريكية العليا. هناك فرق بين سياسة الدولة وسياسة الحكومة. سياسة الحكومة البريطانية أحيانا تناكف، ولكن كسياسة الدولة الاستراتيجية هي مسيرة أمريكية، فبالتالي حتدخل في تحالفات حتى لو كان الحزب الشيوعي البريطاني يحكم سيدخل في تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا لربما ما يفسر يعني توجه بوريس جونسون لتعطيل البرلمان ربما لتسويق بريكزيت. لكن هنا أسألك أيضا سؤال آخر دكتور صائب، بريطانيا تعلن عن إرسال مدمرة إلى خليج الفارسي للمشاركة في المهمة البحرية التي تدعوها الولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت تتحدث عن أن هذه المدمرة سوف تتولى مهام المدمرة البارجة الموجودة فعلا وهي دومينيك في الخليج الفارسي. كيف يمكن فهم هذا كذا تناقضات في المواقف البريطانية باختصار شديد لو سمحت؟ باختصار الوضع في اليمن أربك الجميع، كانوا يعتقدون أن السيطرة على اليمن تعني السيطرة على المضائق المائية من باب المندب وبحر العرب وسقطرة وإلى آخره، والسعودية تسيطر على حضرموت وتمد أنبوب لأرامكو من خلال حضرموت إلى بحر العرب، وبالتالي يلغوا الاحتياج إلى مضيق هرمز وزنق أو تطويق إيران. هذا كله فشل بصمود الحوثيين وبصمود المقاومة والتحدي الإيراني اللي أعلن، وبالتالي شكل خطر على الهيمنة الأمريكية وشكل خطر على إسرائيل اللي بتعتمد حياتها كثير جدا على البحر الأحمر. وأريد أن أذكر هنا حرب 67 شنت لإقفال عبد الناصر مضيق تيران أمام دخول البترول الإيراني لإسرائيل من البحر الأحمر، فبالتالي لا يريدون أن يعيدوا هذه الذاكرة أنه قوات ثورية موجودة غير خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية موجودة في اليمن تسيطر. هذا ما أربك الجميع. فهنا عملية الحشد الدولي ليست فقط حماية تجارية، هم من خلقوا المسألة هذه، هي المسألة كلها مخططات لتعيد تنظيم القوات من أجل تطويق إيران وتطويق المقاومة. طيب في المنطقة دكتور هادي. نعم دكتور هادي ظريف الوزير الخارجي الإيراني وصف المنطقة منطقة الخليج الفارسي بأنها علبة كبريت قابلة للاشتعال، ما هو رأيك بهذا الوصف؟ يعني هذا ما تفضل به السيد ظريف هو منطق رياضي، أنه هذه المساحة وهذه المنطقة لها حدود معينة، لها يعني ظرفية معينة، لها استيعاب معين. عندما يطفو يعني تضخم هذه المنطقة بسلاح لا تحتاجه هذه المنطقة حتى لو أرادت أن تتحارب فيما بينها لا سمح الله لمدة عشرات السنوات،
هذا السلاح الذي الآن يكدس في هذه المنطقة، في خصوصا هذه الدول مثل السعودية والإمارات والبحرين وقطر وما إلى ذلك، هذا ليس لزعزعة أمن فقط، هذا لشغب، هذا لإشعال نيران لا سمح الله إذا فلتت الأمور. ومن هنا ماذا يقول السيد ظريف؟ يقول هذه المنطقة مثل برميل البارود ويحتاج إلى فتيل، وهؤلاء يريدون بين الحينة والأخرى بحجة أو أخرى، بذريعة أو أخرى، بشيطرة أو أخرى، أن يشعلوا هذا الفتيل وتتدخل إيران ومباشرة تطفئ هذا الفتيل كي لا تتسرب نيران هذا الفتيل إلى هذا البرميل البارود ويفجر المنطقة، وهو المتخم الآن بهذه الأسلحة الفتاكة الفوق المتطورة. فيجب أن نتعامل بكل حزم وفي نفس الوقت بكل عقلانية من أن لا ننزلق في المربع الذين هم يريدون أن يجرون إليه ونتورط معهم في حروب. نعم، نحن يجب أن ندير الأزمة متى ما شئنا، نرد عليهم ومتى ما شئنا نتفاعل معهم من خلال منطق القوة تارة وقوة المنطق تارة أخرى، كما أسلفت في إجابتي الأولى. فالسيد ظريف يريد أن يؤكد أنه لا تأتوا بالسلاح أكثر، ستحترق أناملكم قبل أن تحرق أناملنا، لأنكم أنتم الذين تقوم بهذه المغامرات، أنتم الذين يعني تخطئون في حساباتكم. كما قال ترامب، قال لقد صرفنا واستثمرنا 7 تريليون دولار في هذه المنطقة ولم نحصل على نتائج. طب يا رجل لك التعظ، يعني أنت ما زلت تؤكد على خطأك وتكرر خطأك وتفشل في خطأك منذ 11 سبتمبر إلى يومك هذا، وتقول نحن ما زلنا نصرف. طيب أنت تصرف وهذا يتبخر، اسمح لهذه الشعوب هي التي تقرر. إذا كانت لكم مصالح، إذا كان لكم حضور استراتيجي، يجب أن يكون في إطار القوانين الدولية وليس هذه العمليات التعسفية. لذلك يقول لك البعض أن واشنطن تريد توريط الآخرين بدلا منها في هذه الأزمة. أسأل دكتور صائب، هل تتوقع أن تتمكن الضغوط الأمريكية، وهي تسميها الضغوط القصوى على طهران، بخروج بريطانيا من الاتفاق النووي، خصوصا أنها أكدت مرارا أنها تخالف سياسة واشنطن، وأنها واشنطن تعلم بأن لندن تحتاج للولايات المتحدة فيما بعد بريكزيت، وأنت أثرت هذه النقطة؟ بريطانيا، أنا أفهمي في السياسة الأوروبية الآن بالذات، بريطانيا لن تخالف الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن تكتيكيا تختلف، ولكن بالفكر بالاستراتيجية بريطانيا هي أصلا من تدير كثيرا أو تنظر كثيرا للسياسات الأمريكية في المنطقة. دعني أقول التالي، في منطق هرمز يخرج 40% من صادرات النفط العالمي، هو عصب الطاقة العالمية يخرج من هناك. الولايات المتحدة الأمريكية ترى المنطقة بالذات، هذه منطقة الخليج بالكامل، حتى باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب، إنها منطقة استراتيجية لبقاء الهيمنة الأمريكية والقوة الأمريكية في العالم. من هنا تريد السيطرة الكاملة، لأنه إذا سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا معها على هذه المنطقة، تستطيع أن تفرض انكماش اقتصادي بقوة السلاح على الصين من خلال الحرب التجارية التي تشرها مع الصين. في هذه الحروب قد يقول القائل أمريكا تنتج ملايين براميل النفط، هذا صحيح، ولكن أمريكا تريد أن تتحكم أين تتجه قوافل هذه النفط. إذا تحتاج الصين 5 مليون برميل يوميا، أمريكا ستفرض على الصين أن تقبل ب3 مليون، أي تفرض انكماش في الاقتصاد الصيني. نعم. هنا تتوسع، لذا على الصين، على الهند، على هذه الدول أن تقوي سياسة إيران، سياسة العين بالعين والسفينة بالسفينة والسلام بالسلام، لأنه المتضررين من هذه السياسة. طيب دكتور صائب، دعني أسأل السؤال الأخير من دكتور هادي، أدركنا الوقت، أعتذر على المقاطعة جدا. دكتور هادي بدقيقة لو سمحت، ما هي فرص خفض التوتر ما بين بريطانيا وإيران والحديث عن قرب الإفراج عن ناقلة غريس وان باختصار شديد لو سمحت؟ باختصار شديد أستاذ محمد، وبدقيقة واحدة، ما زال الموضوع قيد التشكيك. نحن نقول لنا الحق في أن نقاضي البريطانيين للإفراج عن هذه السفينة، ولكن هذا لا يعني أنه السفينة بالسفينة، بما أنه نحن نقوم بنفس فعلتهم. عندما سئل المساعد لإدارة الموانئ والإبحار في إيران السيد جليل الإسلامي ماذا قال؟
قال هذا لا يعني من أنه إذا أفرج عن سفينتنا سنفرج رأسا عن سفينتهم. هذه السفينة الآن هي قيد القوى القضائية التي تحكم بإطلاقها وعدم إطلاقها. وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور هادي أفقهي دبلوماسي إيراني سابق كنت معنا من طهران. وأشكر كذلك جزيل الشكر دكتور صائب شعث خبير في السياسات الدولية كان معنا من لندن. والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج بانوراما. للاطلاع على مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت العالم tv.net. السلام عليكم.